بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان كتابة التكليفات في الجدول. تكليفات مثل جماعات النشاط والإشراف والحاجات اللي زي دي. يعني إيه؟ يعني عندي جدول العام للمعلمين اهوت، ماشي فيه الحصص بتاعتنا كلها، وفي الآخر معلم واحد معاه جماعة الإذاعة، معلم اتنين معاه جماعة المسرح، معلم تلاتة معاه المناظرات، معلم أربعة معاه إشراف يوم الأحد، معلم خمسة لا مش معاه حاجة لأن هو ده معاه شغل تاني أو إداري أو غيره، ممكن نكتبها أيضا معلم ستة متابعة الفناء، وهكذا. الحاجات اللي زي دي، جماعة البيئة، جماعة الإلقاء، جماعة الفصحى، جماعة الدينية، حاجات كتير جدا. ماشي، نضيف الكلام ده في الجدول إزاي؟ ده اللي هنتعلمه في الفيديو الحالي إن شاء الله. نروح لبرنامج التايم تيبلز. برنامج التايم ده الجدول بعد ما انتهينا منه، هروح ل المعلم، هروح للمعين الطباعة الأول. طبعا ده الجدول العام للمعلمين، مفيش فيها اي حاجة خالص. ماشي، هنبدأ نضيف هنا بس الاول. هروح على الرئيسية، هنغلق معاينة الطباعة. لو ظهر معاك مشكلة في معاينة الطباعة هنا، بليز ريجستر او كده، او علامة مائية بتمنع الطباعة، فمباشرة تواصل معي في الواتساب في الرقم الموجود في وصف الفيديو تحت الفيديو مباشرة. وطالما نزلت بقى تحت الفيديو هتلاقي عندك سوبر سانكس، شكرا الداعمة، وهتلاقي عندك انضمام او جوين او انتساب للقناة، يعني حاجات كتير جدا بتساعدنا في تقديم المحتوى الحالي. هنعمل اغلاق لمعاينة الطباعة، وبعد كده هنروح للمعلمون. انتبه، قائمة المعلمون دي انا هشتغل عليها هنا. تمام، هشتغل هعمل ايه هنا؟ طبعا احدد، بعمل سيلكت للمعلم. المعلم ده في حاجة اسمها جديد، بيضيف معلم جديد، وفي تحرير بيدخل على البيانات بتاعة المعلم، وفيه أيضا إزالة للمعلم الحالي، لما تضغط عليها هيدي لك رسالة تأكيد. طبعا أنا مش عاوز أحذفه ولا حاجة. ماشي، وفيه أيضا الحصص بتاعة المعلم ده، بيدي فصول إيه وبيدي مواد إيه. ماشي، وفيه تفريغ وانتداب، طبعا اتكلمنا عنه كتير في الفيديوهات السابقة، وفيه قيود قائمة مهمة جدا. هنشتغل على إيه بقى؟ أنا عاوز أقول إن معلم واحد ده واخد جماعة الإذاعة. تمام، هنضيفها فين بقى في الحاجات دي كلها؟ هنا في تحرير هيجيب لي بيانات المعلم، هنا في حاجة اختصار اسناد عدد بريد الكتروني هاتف معلم شعبة ايه، تغيير اللون والصورة والحاجات ديت، غرفة دراسية. هنا في حاجة اسمها حقول مخصصة، ركز معايا، حقول مخصصة هلاقيه فاتح لي مباشرة على ايدو بيج دي اي دي. لا انا مش عايز دي، هضغط كده بعيد عنها، يعني هضغط بعيد عنها عشان الغي السلكت بتاعها، وبعدين هقول له اضافه. الحقل اللي انا هضيفه هسميه التكليف، هكتبه كده التكليف بالظبط كده، وهقول له موافق. بس في التكليف ده لما تعمله سلكت هيظهر لك تحت هنا، تحت النافذه دي هنا كده في الاخر كده، بيقول لي التكليف عايز تكتب فيه لمعلم واحد اللي احنا فيه دلوقتي. هقول له جماعه الاذاعه. وبعدين نعمل ايه؟ هل في حد تاني في جماعة الإذاعة غير معلم واحد ده؟ لنفترض ان معانا كمان في واحد ماسك معلم جماعة الإذاعة معاه، يبقى هقول له تطبيق على معلم مثلا تسعة، يبقى دول اتنين واخدين جماعة الإذاعة. هقول له إغلاق وهقول له موافق. أروح لمعلم اتنين، هضغط هنا تحرير، وأروح لحقول مخصصة، هلاقي إن التكليف ظهر معايا هنا. بس خد بالك هو محدد اللي فوق ده، لا لازم اعمل سيلكت ده عشان يظهر لي هنا كلمة التكليف، وبعد كده هكتب جماعة الصحافة مثلا، جماعة الصحافة. ماشي، وبعدين في حد تاني معانا في الصحافة، ايوه في معلم 10 موافق، يبقى دول اتنين ماسكين جماعة الايه، الصحافة. هقول له موافق، واروح لمعلم 3 وهقول له برضو تحرير، هنا ده ماسك جماعة، هنا احدد كده سيلكت المناظرات. وده معاه معلم 12 ماسك المناظرات موافق. طيب جميل. طيب معلم 4 ده لا مش التكليف والانتداب، في تحرير، هقول له في التكليف، ركز معايا، هقول له ده معاه اشراف يوم الاحد، اشراف الاحد، ومعاه في إشراف الأحد ده معلم 13 و14 و15، دول يوم الأحد. إغلاق.
معلم خمسة ده معاه جماعة البيئة والسكان. يبقى هنا أحدد ده وأضغط هنا وأقول جماعة البيئة كده، مفيش حد معاه، يبقى إغلاق على طول. وموافق. معلم ستة، خلينا نضيف كمان واحد أو اتنين، نقول ده معلم، ده جماعة الفصحى، في جماعة اسمها الفصحى، التحدث بالفصحى، التحدث بالفصحى كده. ماشي، حد معاه؟ لا مفيش حد معاه، يبقى موافق. هنا ده البرلمان المدرسي، معلم سبعة، يبقى من هنا. اوعى تكتب هنا على طول كده مباشر، لا لازم تحدد التكليف عشان تتكتب تحت هنا، وبعد كده تكتب البرلمان مدرسي. جميل جدا. وده معاه هو ده مين اصلا؟ ده معلم سبعة، خليه معاه معلم تمانية. جميل، بس كفاية كده، وهقول له اغلاق وموافق واقفل ده واعمل حفظ. تعال بقى نروح لمعاينة الطباعة نشوف هنضيف ازاي. ازاي هنضيف معانا الايه التكليفات دي؟ احنا قلنا القايمة اسمها التكليف، ده الجدول العام للمعلمين. لو ظهر معاك بأي طريقة تانية، زي الطريقة، على فكرة احنا عندنا فيديو بيقول ازاي نعمل 3 جداول في نفس الصفحة. هروح للجدول العام للمعلمين، عايز في الآخر هنا عمود يكون مكتوب فيه التكليف، يبقى هروح لأعمدة وصفوف إضافية، هضغط عليها، يقول لي عمود واحد، أول عمود في آخر الصف طبعا. لاحظ كده هنا فارغ أهو، فارغ مش عارف إيه، مجموع حصص، كل الحاجات دي اتكلمنا عنها في فيديوهات سابقة. في الآخر خالص في عندي حاجة اسمها التكليف، ده اللي أنا ضفته. لو أنت سميته التكليفات هتلاقيه ظهر هنا، التكليفات الكلمة اللي أنت كتبتها هتظهر هنا. تمام، هضغط عليه، هيقول لي انت عايز العنوان يفضل بنفس الكلمة ولا انت هتسميه كلمة تانية؟ عادي خلاص، هسيبه بنفس الكلمة، وعرضه 10 وحدات مفيش مشكلة دلوقتي، وهنعدلها بعد كده. موافق؟ ظهر معايا كلمة التكليف، وهنا زي ما انت شايف كده، جماعة الإذاعة، جماعة الصحافة، جماعة المناظرات، بس انا عاوزه يكبر شوية العمود ده. يبقى هروح للأعمدة والصفوف الأساسية دي او إضافة دي، وخليها مثلا 15 بدل ما هي 10، واقول له موافق. جميل جدا، كلمة التكليف دي عايزها تبقى بولد، اضغط عليها كليك يمين واقول له بولد كده، تكبر شوية. كلمة جماعة الإذاعة وإشراف الأحد وجماعة البيئة والحاجات دي عايزها تكبر عن كده وتبقى بولد، يبقى هضغط بولد وأكبرها شوية قليلا وأقول له موافق. ظهرت معايا بخط واضح جدا وكبير جدا وجميل جدا. كلمة التكليف اللي دي مش عجباني، أنا عايزها تتكتب التكليفات، مش هقدر أغيرها من هنا، أغيرها من إضافة وصفوف أعمدة نخليها التكليفات كده مثلا، هقول له موافق، هتظهر معايا كلمة التكليفات. العمود ده لا واسع جدا، عايز اصغره شوية، يبقى من هنا إضاءة الصفوف دي 15، دي ممكن نخليها 10 تاني او 11 مثلا. موافق، صغرت شوية عرض العمود يعني. لا انا عاوز احذف العمود ده خالص، يبقى من إضافة صفوف وأعمدة كلمة التكليف هقول له فارغ، مش فارغ دي، لا اللي فوقها دي. طيب ايه لو عملت فارغ دي اللي يحصل؟ اللي يحصل ان هيسيب لي العمود زي ما حضرتك شايف كده، العمود فارغ. تمام، انما لو انت اخترت اللي فوق خالص دي او اللي فاضية دي، سواء اذا كانت دي او دي، المهم انها تكون فاضية كده، فكده انت بتقول له مش عاوز عمود هنا اصلا. موافق، يبقى كده تم ازالة العمود. نرجع بقى عمود التكليفات مرة تانية كده، واقول له التكليف هنا، واقول له موافق، ظهر معايا. انا حابب ان انا اكبر الخط شوية قليلا، وايضا الخط ده يبقى بولد واكبر قليلا. موافق، ظهر معايا بالطريقة الجميلة دي. وطبعا دي المعلومة البسيطة والمباشرة اللي يعني انا حبيت اشارك بيها في الفيديو الحالي، اتمنى انها تكون معلومة يعني تم عرضها باسلوب بسيط، ونكون يعني وفقنا في عرض المعلومة. لو عجبك الفيديو اعمل لي يعني في سوبر سانكس تحت الفيديو، شكرا الداعمة، تضغط عليها وتمشي مع الخطوات، او جوين وانتساب للقناة، وفيه ايضا رقم فودافون كاش موجود في وصف الفيديوهات لدعم القناة من داخل مصر. وبنشكر كل اصدقائنا اللي بيدعمونا بالمشاركات والمشاهدات،
والتعليقات أيضا شيء مهم جدا للتواصل بين المشاهدين الكرام، بين أعضاء القناة المشتركين، ويعني بين إدارة القناة. بنشكركم، وإن شاء الله نلتقي في فيديو قادم مع معلومة مفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.